السلام عليكم، معكم مؤيد شعبان. إن شاء الله اليوم رح نشرح عن Streptococcus pneumonia بطريقة Symbolic Mind Map. اخترنا الماب الموجودة عندنا هون تكون واحد عنده نيومونيا من الاسم أكيد. يعني إذا بدنا نحكي عن هون عن المورفولوجي، الرئتين هم من رح يكونوا المورفولوجي Lancet in shape و Gram positive، فهيهم أزرق. وديبلوكوكاي، فعنا رئة واحدة وعنا رئة تانية فهم من ديبلوكوكاي. بالنسبة للكبسول، هي ممكن نعتبر البلورا هي الكبسول، البوليسكرايد كبسول اللي بيغطي التو لانجز الموجودين عندنا هون. بالنسبة للفيرولنس فاكتورز، هون نفسه البوليسكرايد كبسول اللي بيمنع البكتيريا هاي من الفاجوسايتوسيس، في عنا ماكروفيج مسكرت امها مش قادرة تعمل فاجوسايتوسيس للبكتيريا هاي. كمان هو مسؤول عن انه يسوي لنا 90 انتيجينيكلي ديفرنت سيروتايبس، فممكن عشان نتذكرهم انه نعتبر السي اتش او هدول هم من سيروتايبس. بدنا نحكي هلا عن الديزيزز. الديزيزز احنا بننساهم، فزي ما بقول دكتور مرعي لما ننساهم بالامتحان بنحط ايدنا على راسنا ومنصير نقول يا ربي. هلا من لحالنا اول ما نحط ايدنا بنتذكر، فكل اصبع بيمثل لنا ديزيز. الاصبع الاول اوتيتس ميديا، فهي في عندنا هون في الاذن الوسطى، في عندنا برضه كونجنكتيفايتس للعين، مننجايتس فهي في عندنا المننجيز ملتهبات، برضه ساينسايتس الساينسز ملتهبين، وبرضه اذا ما تذكرناهم بصير يعني نتضايق ونقول يا قلبي اللي هي الاندوكارديتس. هلا هو بفكر بايش كان بالزمانات، هذا بدل على البيبل ات ريسك، الناس الاكثر عرضه اللي هم الالكوهوليكس، برضه البوست سبلينكتومي السبلين هي طالع برا، في عنا برضه هذا كان عنده اولاد وما اهتم فيهم فالانفانتس، وكبر الالدرلي والاميونو سبريست. بدنا نحكي عن الدايجنوسز. دايجنوسز اول شيء احنا بناخذ السامبل حسب الانفكشن الموجود عندنا. المهم انه السبيوتم بيكون فيه شوية بلود او راستي بسموه. المهم التست هم من في الدايركت ديتكشن، عنا الجرام ستين سميرز بنعرفه من المورفولوجي، عنا برضو الكولانج تيست. الكولانج تيست هو انتيجين انتي بودي رياكشن، بيخلي الكبسول زي كأنه ينتفخ، فهي في عنا هون الكولانج اشارة منفخ، عم بنفخ في النيومونيا فنفخ لنا الكبسول، هذا بنشوفه تحت الميكروسكوب. وفي عنا اللاتكس اجلوتينيشن، فهي في عنا ال 8H8X، فس هون عنا 8 السي اس اف، على اساس لما بنستعمل اللاتكس اجلوتينيشن لما يكون عنا السامبل سي اس اف. بالنسبه للكالتيفيشن نستعمل بلاد اجار، وبيعمل لنا الفا هيموليسيس على البلاد اجار. وفي تس مهمين لازم نعملهم عشان نفرقها عن الستريبت فيريدنس، اهم واحد قلنا اللي هو الكولانج اللي منفاخ، وبعدها بايل سوليوبل. البايل اللي هون لونه اخضر زي صوص البيستو، اخضر برضو عم بيعبي في الالفا هيموليسيس الخضراء، وربطناها في اللاتكس وخلينا الاوبتيتشن تقعد على ال حرف ال. فالتس هم من الكولانج والبايل سوليوبيليتي واللاتكس والاوبتو تشين. والاوبتو تشين هو بيعمل انهبيشن للبكتيريا، فهيو كسرها وتفتتت هاي البكتيريا. هلا بدنا نحكي عن التريتمنت. اول شيء البنسلين هي بنسلين ريزيستنت، فهيها كسرت الالم، والبكتيريا اللي بتكون بنسلين ريزيستنت الدراج اوف تشويس هو الفانكومايسين، فهي في عندنا فان وفيها المايسين بدها تدعس البكتيريا. برضه في تريتمنت تاني اللي هو كيفالوسبورينز. كيفالو معناها راس، فهي في عنا راس، وسبورينز اللي هو ديني سبورز، تومو سبورز وديني سبورز، وهم من ثلاث تروس. اذا هو كيفالوسبورينز ثيرد جينيريشن زي السيف تراياكسون. تراي اكسس ثلاث بلطات، فهي في عنا الثلاث تروس هدول بيدمروا البكتيريا، برضه كمان بيرموا ثلاث بلطات. بالنسبة للبريفنشن بدنا نحكي عن الفاكسينز. في عنا اول واحد اللي هو كابسولر بوليسكرايد، فهي عنا في الفاكسين في عنا الكبسول البوليسكرايد، وفي نوع تاني اللي هو بروتين كونجيجيتد. البروتين كونجيجيتد مع
الكبسول، وهذا بنستعمله للأطفال فيعملنا إشارة طفل هون. هلا بالنسبة للجرع، في عنا سيستم اسمه ميجر سيستم، اللي هو بخلينا نحفظ الأرقام بالكلمات، كل رقم بنبدله بحرف، هي مثلا 2 N 4 R وال6 S، فعملناهم زي نورش. هدول هم من الأول 3 جرع، اللي بالأول شهرين ورابع شهر والشهر السادس، اللي هي نورش تالا وذ التونة. نورش يعني غذي تالا بالتونة. ممكن نستعمل هاي الانفنت مثلا، نعتبرها التالة، وهي هون في عنا صحن تونة صغير. اوكي، اللي هي الجرعة الرابعة، في عنا التي بتمثل 1 والال بتمثل 5 وال، فاذا 15، والتي 1 والان 2 اذا 12، فالجرعة الرابعة بتكون بالاشهر ال 12 وال 15. شكرا لكم، بتمنى اكون فدتكم في الستريبتوكوكس نيومونيا.